الجميلة المبهجة اللي يعني بتفطسنا على روحنا من الضحك يعني بتضحكنا بلا مجهود، ويزو. يا ويزو منوراني هنا في كلاكات ومبسوطة جدا انك معايا. والله ربنا يخليكي، انت اللي جميلة وقمر، ويعني ميرسي على المقدمة الجميلة دي، ولا ربنا حاجة، انا يكرمك. لو عليا عايزة اقعد اقول فيكي مقدمة فاهمة للأبد يا لأن أنا حبيبة بحبك قلبي جدا. انا اللي بموت فيكي والله، شكرا شكرا ليكي. منوراني هنا يا ويزو في كلاكات. قبل بقى ما هقعد، بصي انا هستغل جدا ان انت طالعه معايا، هسالك في كل حاجه نفسي اسالها لك. طبعا مبروك اولا على الفيلم، فيلم لذيذ ربنا جدا وكوميديا مختلفه، وانتوا الله كده يكرمك. كلكم مع بعض زي ما نقدر نقول توليفه مختلفه. الحمد لله كلميني الحمد عن ايه لله. اللي شدك للدور والكواليس بتاعته، فيلم والله زومبي بص، بقى. اللي حصل ان الفيلم ده انا ما كنتش موجوده في تحضيراته من البدايه بصراحه يعني، اوكي ولا انا لقيت كريم السبكي بيكلمني على الهواء اصلا، بس ربيع كان مديني فكره عنه من زمان قوي، هو اوكي كان في دماغه الفكره دي من بدري. فاول ما قال لي طبعا علي وحمدي وكريم طبعا يلا يلا، فعلا هو يلا بينا، ما شدنيش ايه يعني ايه اللي هنقول ايه، لان اعتبرت نفسي عادي احنا بنرتجل اصلا صح في صح صباح الفل. صح فقلت له يلا بينا طبعا، وكان مثلا بيكلمني يوم خميس ولا حاجه بيقول لي يلا لحد التصوير يلا بينا يا سلام، فكل حاجه جت كده بسرعه يعني. بس والله انبسطت جدا، وطبعا هم كواليسهم بقى امارات يعني. فيلم تاني صح؟ اي ايه اكتر حاجة في الكواليس ما تنسيهاش؟ الفيل ربيع ايه بقى؟ بتاع عبد السلام لما الزومبي خدوه فرعوا قال يا عبد السلام ايه ده، هتعلي الضحك لو تحسي هو ده مكانها يعني، عبد السلام هو اللي قالها انا ايوه في الموقف ده. تحسيها هو فعلا هو اللي اخترعها مش حاجة تانية. بس وربيع لا بقى، لما احنا طبعا ثلاث ارباع التصوير كان في مدينه الانتاج اللي هو بتاع الزومبي ده، فكان الدنيا بتبقى بالليل مش رصاص، برد جدا طبعا. فبيبقى يا عيني على رياكشن واحد يا حبيبي هو حمدي اصلا كان يزعجوني، وهاجر بصراحه هاجر احمد من الناس اللي انا اول مره اشتغل معايا بس انبسطت جدا، وعم محمد محمود لا يعني كنت مبسوطه قوي قوي بالفيلم ده. ويزو يعني لازم استغل بقى ان انت معايا، ودايما مستمع نجوم اف ام بيحبوا كده يعرفوا حاجات عن بدايات الفنان الطبيعيه اللي حتى لو الفنان اتسال فيها كذا مره بيحبوا برضه يبقوا عارفينها. هل اشتغلتي مسرح قبل مسرح مصر وقبل بدايه مع استاذ اشرف عبد الباقي؟ اشتغلت في الجامعه قصه اتاخدت ازاي؟ دايما انا شخصيا ببقى عايزه اعرف اللي هي دخلت المسرح ازاي؟ بالظبط. انا كنت في الجامعه في كليه تربيه عين شمس، واحنا بناخد في كنا ساعتها بناخد في الترم الواحد 13 ماده، كتير جدا. فطبعا فاهمه، فانا وانا معديه لقيت كشك كده ما الناس قاعده فيه، مش كشك اللي هو بتاع الشيبسي والبوز، لا لا حاجه كده يعني مكان مكان فني كده بقى سهل بنقول عليه الكشك، اه ولقيت ناس قاعده فيه وبتاكل، بياكلوا. فقلت القمر ده يعني صباح اللذاذه يلا نخش نشوف مين دول، فلقيتهم بالصدفه بيدوروا على ناس تمثل معاهم، اوكي فقلت لهم طبعا المواعيد والساعه، كنت لسه بقى سنه اولى وخايفه من امي يعني، فقالوا لا ما تقلقيش وبتاع ومش عارفه ايه، وهنمشيكي بدري وكده والجو ده بعد المحاضرات هتبقي ماشيه. فابتديت ان انا ما كنتش بروح الجامعه عشان احضر محاضرات، بتروحي عشان التمثيل طبعا. وكان اول دور عملته في حياتي كان صاحبه خماره يعني، سبحان ده اول دور واول شيء خدته في حياتي، خدته على ضحكه رقيعه اللي هو يعني مرسوم لي الطريق لا هو حلو، كانت روايه اسمها الجريمه والعقاب للصبي، فاللي هو بقى والله وايه ضحكه رقيعه باللغه العربيه فاهم اللي هي ها 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 اللي هو، وخدت عليه كتير فعلا. ومن ساعتها اكيد اتعرفتي يعني، اكيد علمتي جدا مع الناس، انت اصلا ضحكتك مميزه جدا. ايوه لا ما اللي هو بقى ايه الناس لما طلعت بقى مثلا كان رعب بقى، قلبي ده كان هيطلع مني. وبعدين ايه بقى اللي حصل؟ يعني ازاي بقى استاذ اشرف عبد الباقي اختارك بقى معاه؟ ما انا هقول لك بقى، بعديها رحت بقى مركز الابداع الفني اه وعند استاذ خالد جلال، وبعديها لقيت خاطر بيكلمني بيقول لي يا ويزو عندنا برنامج اسمه جد جدا اوكي، قلت له طيب، قال لي فعاملين كده يوم مجمع للبنات اوكي فهتعملي كذا شخصيه، قلت له مش عارفه ايه، قلت له ايوه يعني يا خطر هنعمل ايه، قال لي تعالي هنتسال فيها ويزو، قلت له ماشي. فروحت البيت
لقيته بكلمه تاني قلت له خاطر، قال لي يا بنتي انت قلقانه ليه؟ بقول لك انت قلقانه. وفعلا هو كان يوم شقلبه وبعدين بقى بالنسبه لعروسه ومش عارفه وترك وعملت شخصيات كتير قوي وقتها فعلا. عملت شخصيات كتير قوي وروحت. بعدها ما فيش شهرين ولا حاجه لقيتهم بقى بيكلموني بيقولوا استاذ اشرف قال ان الجروب اللي كان بيعمل جد جدا هو اللي هيعمل حاجه اسمها تياترو مصر اللي هو تحفة. بقى مسرح مصر. حسيتي بإيه ساعتها؟ أكيد فاكرة اللحظة لحد دلوقتي، كان إحساسك إيه صح؟ والله بصي انا ما كنتش يعني انا فاكراها مسرحيه عاديه، ما كنتش فاهمه يعني ايه بروجكت زي ده. ما كنتيش فاهمة الموضوع قد إيه حاجة ضخمة. حياتي يعني هو كمان غير حياتي قوي. طبعا رحنا اقمنا في اكتوبر، طبعا. انا كنت قاعده في سيدة عائشة اه اللي هو نقلت هنا. هنا، نقلنا في اكتوبر. هو استاذ اشرف جاب لنا شقه في اكتوبر قعدنا فيها، وعشان خاطر نبقى متفرغين المشروع. انا كنت مدرسه في حلوان، انا لسه كنت داخله لك، بص سبقتيني، ده انا لسه كنت هسالك على التدريس ده، كنت مدرسه انا مذاكره قوي خلي بالك. فيروح قلبي. فاللي هو احنا كنا بنعمل بروفات مثلا من 2 الظهر لحد الساعه 4 الفجر ولا حاجه، واحيانا بنوصل لحد 6 الصبح. يعني احنا بنروح من استاذ اشرف، بما اننا كلنا كنا ساكنين في عماره واحده ولا حاجه، فيعني مثلا انا فاكره جدا ان بيتي كان جنب بيت خاطر وطب وكده، اوكي. فكنا بنقعد نذاكر مع بعض بقى تاني ونكري تاني ونقعد نجتهد تاني. فما كانش وقت المدرسه، وبعدين مدرسه حلوان وبكلمك ان انا في اكتوبر، لا طبعا فكان بعيد لازم جدا، ساعتها متخيله كان قد ايه الحياه الموضوع اختيارات. كارثه. لا الحياه اختيارات بقى ساعتها، طبعا. فما كانش ينفع ان انا اكمل بقى. طيب قبل ما اسالك على التدريس، هل كنت متوقعه النجاح اللي حصل بعد لا ما ابتديتي بقى تياتر مصر مع استاذ اشرف عبد الباقي؟ لا لا، ما كنتيش بس كنت متخيله كده؟ مؤمنة إن الكل مجتهد نصيب، طبعا. إن اجتهاد ده يعني ربنا عالم إحنا كنا بنعمل فعليا ما بننامش والله. وهو على فكرة أعتقد إن ده سبب إن أنتوا دلوقتي نجوم، ونجوم كبار جدا، إن التعب اللي تعبتوه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله فعلا. وكنا كلنا عايزين كلنا نبقى حلوين، يعني ما كانش فيه هدف فردي. صح. لا يعني مثلا لو انا ولا خاطر ولا ربيع ولا حمدي ولا كريم ولا أسقس ولا انور ولا توتة ولا يعني حامد وابرام وساره واسراء، احنا كلنا عايزين نبقى كويسين. يعني مثلا خاطر ممكن يرميني افيه، ايوه كان ربيع باين قوي ان انتوا مش كل واحد اكنه يعني بيدي للتاني مساحته على اكمل وجه. والله صح. والله الحمد لله الحمد لله. يعني افتكر حاجات انا كنت بعملها متخلفه كتير. زي بقول لك انا وخاطر يعني شقتي جنب شقه خاطر، اه ماشي، شقه البنات اللي هي انا وساره واسراء جنب شقه خاطر وطب وكده. فكان ممكن وانا نايمه يجي لي افيه، اقوم من النوم اخبط عليه ايه ويفي وما قايله له افيه ومضحك. بس اكيد ايام حلوه، واكيد علاقتكم دي اللي خلتكم قوي لحد دلوقتي ان انتوا مختلفين، بتقدموا كوميديا مختلفه ولذيذه. وانا دايما بشوف يعني بشوف قد ايه الناس حاسه ان هي قريبه منكم. الحمد لله الحمد لله والله. قولي لي مين اكتر حد بقى في مسرح مصر قريب منك؟ والله كلهم. اصل بصي يعني احنا بعد العشره الطويله دي مفيش حد، يعني احنا كلنا، احنا مفيش اكتر من احنا اتجوزنا كلنا في موسم واحد. على فكره دي حقيقه، انا كنت عارفه، كنت بقعد افكر اقول ده هم اصحاب للدرجات دي، يعني هم اصحاب للدرجات دي. والله وحياة ربنا صح. يعني. فاللي هو يعني احنا كلنا مرتبطين ببعض جدا جدا يعني، لو بس بحكم بقى الجواز والعيشة طبعا والعيال وبتاع ومش عارفة ايه، يعني مشاغل. مثلا ممكن اغلبيتهم على التكوين في اكتوبر زي مش عارفة ايه كده. انا في بعيدة شوية، انا في المواطن جنب امي. انا جنب امي شوية. التدريس ما وحشكيش؟ نعم التدريس ما وحشكيش؟ والله وحشني، انا بحبه اصلا جدا لحد دلوقتي. ويزو يعني نفسي اتخيل كنت بتعملي ايه معاهم في الكلاس، اكيد كنت تيتشر لذيذه هو جدا. مبدئيا مش كلاس بالنسبه الفصل لنا احنا حقك على كلنا. الفصل، كنت بتعملي فيهم ايه معايا؟ هموت واعرف. حاسه ان انا لو عندي كان مدرسه زيك والله العظيم مش هروح معاها، لو عايزه امشي معاكي مش عايزه اسيبها والله بجد. كنت بتعملي ايه معاهم؟ بصي انا مش هقول لك غير الناس كنت بدرس للثانوي بنين ثانوي بنين لا بس ثانوي. مش هقول لك حاجه ثانيه. كيمياء. طب ايه موقف ما تنسيهوش حصل لك في التدريس؟ لا ده موقف يعني، ده بقى نقعد مع بعض في الكلوز. انا وعايز اسالك سؤال، هل الطلاب بيقعدوا يبعتوا لك لحد دلوقتي وكده؟ في اكيد مبسوطين بيكي طلبه جدا. منهم بصراحه انا بحبهم.
ويزو قبل ما اختم معاكي، طبعا انا نفسي اقعد اعمل اللقاء ده لحد، يعني انت اكيد حاسه بيا، عايزه اسالك كل يا حاجه في الدنيا. حبيبتي بنتي قمر والله. حبيبتي يا ويزو ربنا يخليكي. عايزه اعرف الفتره الجايه بقى بتحضري بايه، شغاله على ايه، ايه هتقوليه لنا كده هنا يعني في والله كلاكات حصري لينا وحصري ليا انا كلينا. طيب بصي، انا يعني حاليا بخلص كده فيلم بعمله، وبعديها عندي في كام فيلم كده معروضين عليا بصراحه برضو بعملهم. إن شاء الله. تمام. وفي بروجكت يعني احتمال ان احنا نعمل مسلسل برضو، بس لسه بشوف برضو الدنيا هتبقى عامله ازاي، هيعملوا منه جزء تاني ولا لا، لان ما مش عارفه اللي هو الفرح فرح. اوكي. انا ما اعرفش بصراحه، اوكي. بس يا لا، بس دلوقتي بخلص الفيلم اللي انا بعمله. ويزو ممكن في يوم نشوفك في حاجة غير كوميدي؟ اتمنى، نفسك؟ ها؟ انا انا اتمنى كمان حاسه انك هتعملي عظمه، يعني لو فعلا عملتي حاجه، يعني انت في الكوميدي اصلا الكوميدي اصعب حاجه لا سيبك من ده، ان انا واحده ست وعندي مشاعر يعني. ومتجوزه، مش هقول لك كده، اكيد في نكت طول الوقت، فاهم؟ فاكيد انا هبقى بارعه في الوطن. جربوني، عارفه لو جربوني بس والله هبقى فريره. حبيبتي يا ويزو نورتيني هنا في كلاكات، ومبسوطه جدا 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 ان انت كنتي معايا. شكرا يا روحي، شكرا بتمنى لك يا دايما النجاح والتوفيق كده، ودايما الله منورانا يسلمك، هنا الله يكرمك، حبيبتي. ويزو مع مبروك يا السلامة. روحي على حبيبتي الدنيا، وان شاء الله يكسر الدنيا، حبيبتي، ثانك يو يا ويزو، من النجاح لجوانا كمان يا ربنا روحي، يخليك. اتفضل.